تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبحضور سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حمدان، أطلقت هذه البحرين مهرجانها السنوي بمناسبة أعياد البلاد الوطنية في استاد البحرين الوطني، وذلك ضمن مشاركتها المجتمع البحريني في التعبير عن الفرحة والبهجة بهذه الأيام السعيدة والغالية على قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الرعاية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمهرجان السنوي لمؤسسة هذه البحرين يأتي تأكيدا للاهتمام السامي والدعم والاحتضان الأبوي لهذا الحضور المميز والفاعل في مملكة البحرين، وللتنوع الثقافي والديني والعرقي الذي يميز مملكة البحرين ويعتبر امتدادا للتاريخ البحريني الذي تميز بالانفتاح الاجتماعي وحرية الفكر والدين والمعتقد على هذه الأرض المعطاءة، والتي كانت ولا تزال وطنا للجميع ونموذجا يحتذى في ترسيخ ودعم التقارب والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والمذاهب المختلفة في إطار ما من التعددية الفكرية والثقافية والتنوع الديني والمذهبي والفكري. كما أشاد سعادة الوزير حمدان بالأنشطة والفعاليات التي تضمنها الحفل والتي تعبر عن ثقافات الجاليات المختلفة متمثلة في العروض والفنون على تنوعها، حيث عبرت عن الفرحة المتبادلة بأعياد البحرين الوطنية وما تمثله من وحدة وترابط بين أبنائه والمقيمين على أرضها ضمن أجواء العائلة الواحدة، وترجمة للمسيرة التنموية الشاملة والإنجازات المتعددة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأكد حمدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على تقديم كافة التسهيلات والدعم لمختلف الجمعيات والمؤسسات الدينية التي تنضوي تحت مظلتها. من جانبها قالت السيدة بيتسي ماثيسون رئيسة هذه البحرين بأنها فرصة عظيمة تتحقق لنا في نهاية كل عام للاحتفاء بإنجازات المملكة في أعيادها الوطنية، والتي كان من أبرزها مرور 100 عام على التعليم النظامي، وكذلك على انطلاق الشرطة الوطنية، وكذلك فوز المنتخب الوطني بكأس الخليج العربي في دورته الـ40.